لعام 2013 أدخلنا لريد بول كار بارك دريفت قانون أو نقط زيادة على التحكيم للكليبينج بوينت. مثل ما شايفين رح يكون في عنا نوعين من الكليبينج بوينت. أول واحد من الواجهة الأمامية للسيارة، لازم قد ما في دريفتر يكون عم يقطع من قدام، يعني هالكون واقفة قدي الفرونت أند تبع السيارة قدي بيكون قريب عليه هذا الكون، كل ما ياخذ نقط أكثر. حتى إذا عمل سمول تاتش أو طبقول إحنا أنجع عمل تاتش صغير عليها، it's a kissing point، يعني بيقدر ياخذ ماكسيموم بوينتس هن 10 نقاط. كتير مهم إنه ركز على الكليبينج بوينت الأمامية. يلي ما لازم نعمله نحن بالكليبينج بوينت من قدام انه نضربها بالرفراف على السيارة او على الدولاب، يعني اذا هالكليبينج بوينت موجودة وانا ضربتها بجنب السيارة اكيد هذا بيعتبر خطأ كتير كبير ومنخسر العشر نقاط كاملين. تاني كليبينج بوينت يلي ادخلناها على قانون ريد بول كار بارك دريفت من العام 2013 هي كليبينج بوينت الخلفية بالسيارة، وعليها كمان 10 نقاط مثل كليبينج بوينت الامامية. مثل ما شايفين هالسيارة مطرح ما نكون نحن مركزين هالكليبينج بوينت بالجهة الخلفية من السيارة، يعني من عم نحكي على الرير بامبر بس او ورا الدولاب لورا، علينا انه قد ما فينا نقطع قريبين على الكليبينج بوينت. وحتى اذا لمسناها كمان او كسرت هالكليبينج بوينت يلي ما لازم نعمله للرير كليبينج بوينت انه نشبقها من الجهة من الجانب على السيارة، يعني كان على الباب او على الرفراف الخلفي